الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الفيديو سأتكلم عن المختبر الثالث في المنطقة الرقمي، وسنتعلم به إن شاء الله كيفية استخدام الديكودرز والمولتيبلكسرز، وهنا تذكرة لما أخذتموه في المادة النظرية. الديكودر كما تعلمون هو عبارة عن ديفايس تقوم بتوليد إما المين تيرمز أو الماكس تيرمز. فعلى سبيل المثال أمامنا الآن a 2x4 decoder. It has two inputs and it has four outputs. The outputs are actually the main terms لأنه هذول عبارة عن AND gates. فمثلا هذا الجيت تولد لي الـ A برايم، كانوا جايين من الانفرترز، فهذه تولد لي الـ A1 برايم A نوت برايم، طبعا بشرط انه الانيبل از ات لوجيك 1. الانيبل وظيفته اما ان يفعل عمل الدائره او ان يمنع عملها. يمنع عملها اذا حطينا عليه زيرو، فاذا وضعنا هنا صفر فكل الاوتبوتس سوف تصبح على الاند جيت زيروز، لانه الزيرو سوف يدخل الى جميع الانبوتس وبالتالي يمنع الديكودر عن العمل. الديكودر بما انه يولد المين تيرمز فاحد الاوتبوتس في الوضع الطبيعي بده يكون لوجيك 1 اللي هو المين تيرم المقابل القيمه المكافئة حسب يعني قيمه الانبوت A1 و A0 هم اللي بيحددوا مين هو المين تيرم الاكتف. هذا طبعا هو الام 0، هذا الام 1، هذا الام 2، وهذا الام 3. ام 0 راح يكون واحد لما الـ A1 والـ A0 بكونوا 0 0، عشان هيك الفانكشن تبعه عبارة عن A1 برايم مع الـ A0 برايم. فإذا كان عندي الـ input is enabled، عندي logic 1 هون، أوكي، فسمحنا للـ inputs الأخرى على الـ AND gates أن تؤثر عليها اللي هم الـ A1 والـ A0. فسوف نجد أنه في حالة ما بيكون عندي 0 0 كما قلنا بيطلع عندي واحد على الانفرتر اللي هون وواحد على الانفرتر اللي هون، فبصير عند الانبوتس هنا كلهم على الاند جيت هذه لوجيك 1. هنا راح يجيني زيرو اما مثلا من الاي نوت على سبيل المثال راح يجي زيرو، فهذا راح يظل زيرو، او بيجيك عن طريق الاي 1 مثلا زيرو الاند جيت الاخرى اند سو اون. فهذول كلهم راح يكونوا اصفار ما عدا الام 0. فالام 0 لانه الانبوت تبعه او الانبوت للديكودر 0 0، والام 0 بكون اكتف بكون قيمته واحد في هذه الحاله. الان اذا غيرنا طبعا الانبوتس A1 و A0 من 0 0 ولغايه 1 1 سوف نحصل على جميع المنتيرز. مثلا الام 0 بكون واحد في حاله 0 0 بكون صفر في الباقي. الام 1 مثلا بيكون واحد في حاله 0 1 وبكون صفر في الباقيات. الام 2 بيكون صفر في حاله 2 وبكون واحد في عفوا بيكون واحد في حاله 2 وصفر في الباقيات، بينما الام 3 بيكون فقط اكتف في الحاله الاخيره هون وبكون 0 في بقيه الحالات. هكذا يعمل الديكودر. طبعا عشان يعمل هيك لابد اكون عامل له اكتيفيشن. إذا كنت عامل له دي اكتيفيشن عن طريق وضع الانيبل 0 فأنا أمنعه من العمل. طيب، فلو قلنا أن لدي فانكشن اف اوف اي أو بلاش خليه اف اوف اكس اند واي از ايكوال مثلا السم اوف 0 اند 1 اند 3، بنقول له اوكي بما انه الصم تعني اور، يعني هذا الام 0 اور الام 1 اور الام 3، فانا استطيع ان ابني هذا الفانكشن كالاتي: ان اتي بالاكس بحطها على الاي بتكون هي الموست سيجنيفيكانت، والواي على الاي نوت، بحط الانيبل عليه لوجيك 1. الان باخذ من الام 0 والام 1 والام 3 على اور جيت، وهيك بكون بنيت الفانكشن اف. هاوفر يجي واحد اشطر من الدكتور سامي شوي بيقول: يا دكتور طب انت لو اخذت الواي 2
فهذا يمثل من تيرز متبقيات، فهذا يمثل الاف برايم. طيب كيف بحصل الاف؟ بسيطه، بحط لك يا دكتور انفرتر هيك، بتحصل على الاف، فبتروح هنا البرايم. فانا الان عندي طريقتين لعمل الفانكشن، اما باخذ المنتير تبعت الفانكشن على اور جيت، او باخذ المتبقي على نور. طبعا اذا كان اكثر من واحد باخذهم على نور، اذا كان سنجل انبوت مثل هيك باخذهم على نور. يعني على سبيل المثال لو كان الفانكشن عندي اف، لو كان الاف يساوي مثلا المنتيرز الواحد والثلاث، فانا ممكن اعمله كالاتي: الواحد مع الثلاث هذا بيعطيني الاف، او بعمله الاثنين مع الزيرو على نور جيت، وهيك بكون حصلت على الاف. فعندي طريقتين، اما باخذ المنتيرز على اور، او باخذ تنقول الماكس تيربز على نور، يعني باخذ الارقام المتبقيه على نور جيت. هذا بالنسبه للديكودر العادي الذي يولد لي المين تيربز ام 0 ام 1 ام 2 وام 3. الان احيانا تصنع، وبسبب سهوله تصنيع الناند جيتس مقارنه بالاند جيتس، بسبب انه عدد الترانزستورات اللازمه لبناء الناند عاده اقل، فعاده they opt to choose NAND gates. فاذا حطوا هنا NAND gates، الاوتبوتس اللي بيطلعوا عندي ليس من تيرز وانما الكومبلمنت تبعهم، واحنا بنعرف الكومبلمنتس هم الماكس تيرز. فهذا يصبح الام 3 كماكس تيرم، هذا الام 2 وهذا الام 1 وهذا الام 0. في هذه الحاله نستطيع ان نبني الفانكشن بالتعبير عنه as a product of max term. فلا مثلا لو كان عندي f of x and y هو the product of 0 and 2، بنقول له اوكي، حط الx هون، حط الy هون، هذه تعني لي الm0 and it مع الm2 product. product يعني and. فهنا الm0 وهنا الام 2 والبرودكت يعني اند، فهذا هيك بكون بنيت الفانكشن اف اوف اكس اند واي. الطريقه الاخرى اني اخذ الارقام المتبقيه اللي هم الام 3 والام 1، باخذهم في الحاله هاي على ناند، وبرضه بحصل على الاف. اوكي، لانه لو اخذت على اند بحصل على الاف برايم، فعلى ناند بحصل على الاف. اذا في عندي طريقتين لبناء الفانكشن باستخدام الديكودر with inverted outputs. هذا بنقول عنه decoder with inverted outputs. اللي بولد الماكس تيرمز في الحالة هاي بستخدم إما AND مع الأرقام الموجودة للفانكشن، أو NAND مع الأرقام المتبقية، أو NAND مع الأرقام المتبقية، طبعا بشرط أنه enable is active، يعني في الحالة هاي is logic 1. أوكي، إذا حطيت الانيبل على لوجيك 0 كل الاوتبوت بصيروا لوجيك 1، وبالتالي بقدرش اميز شو الماكسيرم اللي بكون عندي اكتف. الماكسيرم بكون اكتف على فكره بنطيله 0، يعني في حاله الماكس تيرمز لما بكون في عندي هنا 0 0 بكون في عندي هذا قيمته 0 والباقي كلهم قيمتهم 1، بعكس الديكودر. الديكودر بيعطيني 1 والبقيه 0، الديكودر وذ انفرتد اوتبوت بيعطيني 0 والبقيه 1. هكذا يعمل الديكودر. هذا بالنسبة للديكودر. الآن سنرى الديكودر الذي موجود عندنا في المختبر. أوكي. نحن لدينا في المختبر هذا الديكودر. الديكودر هذا اللي هو 74138 على ما اعتقد، انا نسيت بحط لكم اياه، اعتقد انه هذا 74138. طبعا احيانا بكون في عندي كلمات هنا مثلا LS لو باور شوك ترانزستور تعني. فهذا الديكودر كما ترون يستخدم الناند جيتس، وبالتالي هو يولد الماكس تير. سو ذيس از الام 0 وذيس از الام 7. تقول انتبهوا يعني في الرسمه
يعني مين هو الام 0 ومين هو الام 7. فالرسمه السابقه كانوا معكوسين، الصغار من تحت والكبار من فوق، ولا بالعكس. نلاحظ انه هذا الديكودر الانيبل تبعه في الواقع يتكون من ثلاث انيبلز. فحتى الانيبل يكون عندي هون لوجيك 1 لابد يجيني هون 0، لابد يجيني هون 0، لابد يجيني هون 0، لانه الانفرتد هون ار او الانبوتس ار انفرتد. فعشان يزيره هون لازم يجيني هون 1، ولكن لازم ياتيني هنا 0، ولازم يجيني هون 0. اذا هذا الديكودر حتى يعمل for this decoder to work G1 G2 A و G2 B يجب أن تكون القيم عليهم 1 0 0. فانتبهوا لما بدكم تعملوا الدائرة تبعتكم أن يكون الديكودر enabled بوضع الـ G1 على لوجيك 1 والـ G2 والـ G2 A و G2 B على لوجيك 0. هذا بالنسبة للـ enabled. الانبوتس هم الـ A والـ B والـ C. الآن مين هو الموست سيجنيفيكانت ومين هو مين هو اللي سيجنيفيكانت؟ اعتقد انه الاي بي سي. بنرجع على الداتا شيت، خلينا نرجع على الداتا شيت. نعود على الداتا شيت. نعمل ستوب شير في الأول، كلير اول دروينجز. اوكي، هنا نرى انه select inputs، الاوتبوتس عندي y0. اوكي، هو الماكس سيرم 0، وبالتالي احنا كما قلنا انه هذا يولد لي الماكس سيرز، احدهم سوف يكون صفرا والبقيه بكونوا لوجيك 1. فبنلاحظ مثلا الزيرو يتنقل على الاوتبوتس، فمتى بكون الواي 0 قيمته صفر؟ الواي 0 بكون قيمته لو لما الاي والبي والسي ار اول لو. فهذا بيعطيني الام 0، وهنا بيعطيني الام 7 لما بكونوا كلهم هاي. فبنلاحظ ما يلي انه مثلا في حاله ال 001 اللي بيكون عندي اكتف هو الواي 1. فلو فكرنا في هذا 001، فالحاله هاي السي هي الموست سيجنيفيكانت، الموست سيجنيفيكانت، والاي هي اللي سيجنيفيكانت. فبدكم تنتبهوا للنقطه هذه انه الاي هي الموست اللي سيجنيفيكانت بت، والسي هي الموست سيجنيفيكانت بت. نرجع إلى الدائرة تبعتنا الديكودرز. إذا ما نفهم هنا إنه نفهم انه السي هي الموست سيجنيفيكانت والاي هي الليست سيجنيفيكانت بت. فالاوتبوتس بكونوا اكتف كل واحد منهم حسب الانبوت اللي بكون عندي هون. فلو قلنا انه الانبوت كان عندي مثلا 011، واذا اخذنا السي هي الموست سيجنيفيكانت والاي هي اللي سيجنيفيكانت، 011 تعني 3 بالعشري، تعني 3 بالعشري. وبالتالي هنا انا بقول الام 3 راح يكون عليه لوجيك 0 وبقيتهم راح يكونوا عليهم لوجيك 1، بشرط
أن نكون عامل enabling للدائرة بوضع واحد هنا وأصفار هنا، فلازم تكون الدائرة enabled عشان تعطيني الجيك 1 هون على الأوتبوت تبع الاند جيت هذه. أوكي، إذن إذا بدي أبني أنا function باستخدام هذا الديكودر وأقيل لي مثلا f of x y z يساوي مثلا sum of 1 2 4 7 مثلا أو 5 7 1 2 4 5 7 فبنقول له أوكي أنا ممكن أعبر عن الفانكشن as a product of max terms للأرقام المتبقية 0 والثلاث والستة. إذا الفانكشن تبعي الآن صار معبر عنه as a product فبقول أوكي أنا في الحالة هاي بقدر أجيب الثلاث والزيرو والستة على and gate وهيك بحصل على الفانكشن تبعي. طبعا إذا أخذت الأرقام المتبقية بحصل على الاف باستخدام ناند، فممكن برضو أبني الفانكشن إني أجيب الواي 1 والواي 2 والواي 4 والواي 5 والواي 7 أحطهم على ناند جيت وبرضو بحصل على الاف تبعي، لكن في الواقع هذه أفضل لأنها هاي 3 إنبوت وهاي 5 إنبوت. الآن لنفترض أنه لم يتوفر لدي 3 input and gate، كما قلنا ال f كان عندي f of x y and z كان الصم مثلا أو product of شو قلنا احنا ناسي والله 1 مثلا تنقول و 2 و 4. في الحالة هاي إذا بدي أعمل هذا الفونكشن كما قلنا بحط ال x على ال c بحط ال y على ال b وبحط ال z على الـ A لأنه الـ X هي الـ Most Significant فبحطها على الـ Most Significant Input كما رأينا في التيبل قبل شوي. وقلنا أنه بجمع الـ 0 الـ 1 مثلا والـ 2 والـ 4 بحطهم على AND GATE وبحصل على الفانكشن. الآن إذا لم يتوفر لدي 3 Input AND GATE سهلة، بجيب Another 2 Input مثلا 2 Input AND GATE like this على 2 input أخرى وبكون حصلت على الفانكشن f تبعي. طيب ممكن أعمله بطريقة أخرى، ممكن يعني إذا حبيت استخدم نور جيتس على سبيل المثال ممكن أجي أقول أوكي ممكن أحصل على نور جيتس. في الحالة هاي بدك يعني تستخدم يعني راح تستخدم جيتس أكثر، ممكن أعملها بنور جيتس إذا حبيت، ممكن أعملها بأي نوع من الجيتس إذا بدي، لكن هم الأغلب اللي أستخدم الأند والأور أو يعني أو الناند والنور. الأند والناند بيستخدموا في حالة الديكودر with inverted outputs، الأور والنور بيستخدموا في حالة الديكودر العادي اللي بيولد المين تيرمز. هذا يعني ملخص سريع لكيف ممكن أبني فانكشن باستخدام الديكودرز. Again بالنسبة للجزء الثاني من التجربة سوف تحتاجون لبناء function باستخدام المالتيبلكسرز، والمالتيبلكسر كما أخذتم بالمادة النظرية يمكن استخدامها لبناء اللوجيك function ورح نستعرض يعني بشكل سريع كيف ممكن استخدمه. المالتيبلكسر المتوفر عندنا هو 7453 وهو يتكون من 2 مالتيبلكسرز في الواقع. هذول الـ 2 مالتيبلكسرز واحد منهم التسميات بتلاحظ 2C3 2C2 2C1 2C0 فهذول هم الاوتبوتس، هذول عفوا الانبوتس اللي بدي انتقي منهم. الاوتبوت هو هذا اللي هو ال2Y. الان how to select which input يطلع على الاوتبوت بيعتمد على السلكشن لاينز اللي هم select A وselect B، في يعني 2 selection lines. في عندي 2 selection lines select A وselect B select A وselect B هذول هم selection lines اللي بنتقوله
مينيمال انبوت اللي داخل على المالتيبلكسر راح يظهر على الاوتبوت للمالتيبلكسر. ف كل مالتيبلكسر من هذول في الواقع له ما يسمى ستروب. ستروب اللي هو انيبل، هذا الستروب اللي اسمه 2G مختص في المالتيبلكسر العلوي، وستروب اللي اسمه 1G مختص في المالتيبلكسر السفلي. حتى يميزهم عن بعض سمى هذا الاوتبوت 1، لاحظوا ال1 هنا مشترك، ف C0 C1 C2 C3 تمثل الاوتبوتس، والانبوت عندي هو سوري C1 وC3 وC2 تمثل الانبوتس، والاوتبوت يمثل بالواي. عشان اختار which of the inputs to go to the output بنختاره عن طريق selection lines. الان selection lines حسب ما احنا شايفين هون البي هو الموست سيجنيفيكانت والاي هو اللي سيجنيفيكانت. فلاحظ انه لما بكون انا في عندي 0 0 انا بختار في الواقع السي 0. لما بتكون السي 0 لو بتطلع عندي على الاوتبوت، عفوا لما بكون عندي الام بي بيطلع عندي الاوتبوت واي بتلاقيه يطابق بالضبط الانبوت سي 0. هذول في الواقع الانبوت الاخرى ما لهم مش اهميه. فالواي يساوي سي 0 وين البي اي ايكوالز 0 0 اند ذا ستروب از اكتيف. ستروب عشان يكون اكتف لازم يكون لو، لانه هو اكتف لو انبوت. اذا ملاحظين البابل هون، فاند الجي الخاصه فيه تساوي صفر. فعلشان تفعل اي من المالتيبلكسر هذول لازم يكون الستروب اكتف وتحطه على لوجيك زيرو. طيب اذا هذا الديفايس او هذا الاي سي تحتوي على اثنين مالتيبلكسرز، وهذول التو مالتيبلكسرز لهم سلكشن لاينز مثل ما احنا شايفين مستخدمين. في عندي هون اربع انفرترز في الواقع، هذا فور بافرنج ذا كرنت. يعني اذا بترجعوا لدائره المالتيبلكسر مش بحاجه انا لاربع انفرترز، انا بحاجه فقط لتو انفرترز عشان اقدر انتقي من الانبوتس. لكن الانفرترز الزايده حساس يزيد من القدره على التعامل مع الجيتس، ويكون في عندي بافرنج للكرنت. على كل اذا هذا المالتيبلكسر أو المالتيبلكسرز هذه راح نستخدمها إحنا في شغلنا. هنا رسمي أوضح شوية للإنترنال ستراكشر. فبنلاحظ هنا في عندي المالتيبلكسر الأول سميه ماكس 1 أو الماكس الأول، وفي عندي المالتيبلكسر الثاني، ويشتركوا بالسلكشن لاينز، يشتركوا بالسلكشن لاينز. فالسلكشن لاينز اذا عملت اكتيفيشن لهذا وعملت اكتيفيشن لهذا بصيروا يشتغلوا مع بعض، كل واحد ينتقي واحد من الفور انبوتس وانسينكرونايز. يعني لما احط 0 0 انا بنتقي الانبوت سي 1 هون وبنتقي الانبوت سي 1 هون، يعني هنا 1 سي 1 وهنا 1 او 2 سي 1. فعندما عفوا سي 0 لما اكون سي 0 لما يكون عند الانبوت 0 0 انا بنتقي السي 0. طيب هل استطيع اني اعمل مالتيبلكسر 8 باي 1 من هذول الاثنين؟ في الواقع اذا استخدمت الستروبس بذكاء ممكن. يعني اذا انا بدي اعمل 8 باي 1 مالتيبلكسر بحط الماكس الأول هنا والماكس الثاني، ثم باجي بقول أوكي كل واحد له ستروب، وهذول الستروب بربطهم كالآتي. بقول بدي أشغل الأول وألغي الثاني مثلا، أوكي. فعشان أشغل الأول بحط مثلا لوجيك زيرو، اوكي، والثاني بكون نوت اكتف بحط له انفرتر لايك ذس، وهذا بصير السلكشن لاين الثالث. فانا اذا في عندي هنا السلكشن لاينز اللي هم بي واي، البي والاي هم السلكشن لاينز. خلينا اقول السي هو راح يصير الموست سيجنيفيكانت بت، اوكي، وقلنا انه البي هي
أقوى من الأي أو أعلى من الأي شو ف سي بي اي بصيروا هذول هم 3 selection lines with the A as the least significant bit. فلما بحط logic 0 الستروب تبع هذا بكون شغال فهذا بيشتغل الملتبلكسر فأنا بنتقي واحد من الانبوتس اللي جايين على الملتبلكسر الأول فهنا max 1 بيشتغل والانبوتس الثمانية بنسميهم مثلا I0 I1 I2 I3 هم الانبوتس اللي بيكونوا جايين على الملتبلكسر الأول الانبوتس الأخريات بسميهن I4 I5 I6 و I7 وبدخلهم على الملتبلكسر الثاني فلما بحط هون لوجيك 1 الأولاني هذا ما راح يشتغل بيجيني 0 فبيشتغل الثاني وهذا بكون مش شغال فبنتقي واحد من أربعة التحتانيات فعشان أكمل شغلي بحط هذول على أور جيت وهاي الأوتبوت تبع الملتبلكسر وهيك بنكون عملنا ملتبلكسر 8 بواحد طيب كيف أبني كيف أبني logic functions باستخدام الملتبلكسر؟ لنفترض أنا في عندي function f قالوا لي f of w x y and z قالوا لي يساوي مثلاً the sum of 1 2 5 7 8 11 13 قالوا لي هذا function مكون من sum of من terms نقول لهم إن شاء الله شغلته بسيطة ممكن نعمل ما يسمى زي تيبل صغير ونعمل الآتي بنقول نبني 8 by 1 multiplexer راح نستخدم 8 by 1 فأنت راح تبني من هذول اثنين 8 by 1 في الأول selection lines تبعونك سميهم S2 S1 S0 اللي هم راح يصيروا مثلا CBA من الشرح اللي سبق عملناه هذول بكونوا هم selection lines بتحط عليهم الـ XYZ X, Y, Z وثم على الانبوتس الثمانية أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية هنا بحط إما W وإما W prime وإما واحد وإما زيرو كيف أضع على الانبوتس this باجي بقول أوكي أنا عندي selection lines X, Y, Z لهم ثمان احتمالات بحطهم بالترتيب باينري بالترتيب ليس زي كي يعني this is not a key map 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 ثم بقول اوكي انا بدي w او w prime فاذا كان w صفر فانا هنا عندي ال m 0 اما اذا w واحد فهنا عندي ال m 8 ففي الحالة هاي 0 0 1 هذا يعني M1 هذا يعني M2 هذا يعني M3 M4 M5 M6 و M7 ثم بكمل من هون M9 M10 M11 M12 M13 M14 و M15 ثم باجي على كل من تيرز موجود عندي هون بحط دائرة نعود لمثالنا كان في عندي ملتبلكسر 8 by 1 الانبوتس 4 طبعا هذا راح نبنيه باستخدام التو ملتبلكسرز اللي في الشيب اللي حكينا عنها الاوتبوت تبعه راح يكون هو الفانكشن وقلنا السلكشن لاينز بنحط عليهم S2 S1 S0
ونحط عليهم المتغيرات X, Y و Z. أما الانبوت W أو W برايم أو 1 أو 0 بدخل على الانبوت تبعات المالتبلكسر. طريقة أني أنا بعمل تيبل صغير 5 6 7 8. فهنا الW إما بيكون صفر وإما بيكون واحد. أما الـ X, Y, Z اللي بيحددوا لي الـ Input اللي راح أختاره فراح يكون احتمالاتهم من 0, 0, 0 ولغاية 1, 1, 1. هذا الـ Input I, 0 ولغاية الـ I, 7. فالترتيب من Terms راح يكون في هذا إنه الـ W هو الموثق اللي فتحه بنقرأ 0, 0, 0 فهذا راح يكون الـ M, 0. 001 اللي هو الخانة الثانية لاحتمالات الـ XYZ فهذا راح يكون عندي الـ M1. إذا بكمل راح يطلع عندي 2 3 4 هاي أرقام المن تيرمز. ثم بكمل من هون 100 اللي 8 9 10 11 12 13 14 15. كان عندي الفانكشن تبعي F of W X Y and Z يساوي sum of 1 2 5 7 8 11 and 15 13 عفوا. فنقوم بوضع دوائر على كل من تير موجود بالإكسبريشن. فعند الـ M1 عند الـ M2 عند الـ M5 عند الـ M7 الـ M8 الـ M11 والـ M13. ثم بناء على القيم المنتيرز الموجودة هون على سوى W بحط W على سوى W برايم بحط W برايم W برايم W 0 1. لما يكون دائرتين بحط واحد، لما يكون فيش دائرة بحط زيرو. هنا زيرو وهنا راح يكون W برايم. فباجي لهون بقول أوكي هاي W بالزمن W وبالزمن الكومبلمنت تبعها. الكومبلمنت تبعها راح يخش على الواحد وراح يخش على الاثنين وراح يدخل كمان على السبعة. أما W نفسها فراح تدخل على الزيرو وأيضا راح تدخل على الـ 2 3 4 5 6. راح تدخل على 3 فقط على 0 وعلى 3 0 و3. أما 4 فعليه 0 فمعناته راح ينربط على الجراوند. وأيضا 6 عليه 0. أما 5 فبنربطه على الـ VCC على الـ بلس 5 فولت عشان يعطيني لوجيك 1. وهيك بنكون وصلنا الدائرة. طبعاً المالتبلكسر هذا 8 باي 1 راح تبنيه باستخدام 2 4 باي 1 مثل ما شرحنا سابقاً. نعود مرة أخرى إلى استخدام المالتبلكسر في بناء اللوجيك فانكشنز ونرجع إلى نفس المثال السابق. لو كان عندي فانكشن F of W X Y and Z يساوي sum of الواحد والاثنين 5 7 8 11 و13. فشفنا الطريقة الأولى. طبعا في هناك يعني 24 طريقة مختلفة اللي هم الأربعة فاكتوريال
لبناء الفانكشن باستخدام المتغيرات على على السلكشن لاينز وعلى الانبوتس. بما انه عندي اربع متغيرات في اربع فاكتوريال عندي 24 طريقه مختلفه، لكن هناك طريقتان مشهورتان. الطريقه الاولى وهي وضع الليست سيجنيفيكانت بيتس اكس واي زد على السلكشن لاينز ووضع الدبليو او الكومبلمنت تبعه اولا على زيرو على الانبوتس. والطريقه المشهوره الاخرى هي ان نضع على المالتيبلكسر على السلكشن لاينز الموست سيجنيفيكانت بيتس على اس 3 واس 1 و S3 و S2 و S1، أن نضع عليهم ال W وال X وال Y، ثم نبقي ال least significant على ال inputs، على ال inputs 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. الطريقة طبعا ببساطة بنعمل table، بس شوية نحرك ما تحركت إيش، نعمل تيبل واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. بما أنه المتغير اللي راح يكون على الانبوتس هو الزد، فبنحط هنا زد إما بتكون صفر وإما بتكون واحد، وهنا بنحط الدبليو إكس واي، فهذول احتمالاتهم راح يكونوا من زيرو 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 ولغاية ون ون ون. هذا طبعا يمثل الانبوت اي زيرو اي ون ولغاية اي سفن. الآن هذا راح يكون عندي الام 0، اذا مشينا 0 0 0 من عند الدبليو لغايه الزد فهذا راح يكون 0 0 0 0 1، هذا راح يكون ام 1. فالترتيب راح يكون هيك 0 1 2 3 4 5 6 7، هاي ارقام المنتيرز 8 9 10 11 12 13 14 15. الآن نقوم بوضع دائرة على كل منتير موجود عندي، هذا 1 وهذا 2 وهذا 5 وهذا 7 وهذا 8 وهذا 11 وهذا 13 على سوا الزد. لما تكون واحد بنقول الانبوت هذا راح يكون عليه زد، هذا راح يكون عليه زد برايم لانه على سواء الزيرو، زد 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 برايم زد زد. هنا ما في عندي اي شيء فبقول زيرو، لو كان عندي دائرتين بقول لوجيك 1. وهكذا يعني بنحط الزد مثلا على الزيرو وعلى الانبوت 2 و 3 عند 0 1 2 3 4 5 6 and 7، هذول الانبوتس. فبنلاحظ مثلا زد موجوده على الزيرو وموجوده على ال 2 وال 3 وال 5، ال 2 وال 3 وال 5 وايضا ال 6. وعندي زد برايم موجوده على الواحد وموجوده على الاربعه، فباخذ كومبلمنت وبحط منها على الأربعة وبحط منها أيضا على الواحد، وفي عندي على السبعة زيرو فهي بربطها على جراند، وهذا اللوجيك فانكشن تبعي F. هيك بنكون بنينا الفانكشن F باستخدام 8 by 1 multiplexer.